وللحديث أكثر عن الوضع الصحي للنجم المصري ينضم إلينا عبر الهاتف من دبي الصحفي الرياضي محمد أبو إسماعيل. أستاذ محمد، صباح الخير لك. صباح النور عليك وعلى كل المستمعين، وكل عام وأنتم بخير. تسلم يا رب. يعني الله أستاذ محمد، نحن حابين أنه نعرف تفاصيل أكثر عن إصابة النجم المصري محمد صلاح. طبعا هناك تقارير أشارت إلى احتمال أنه يبتعد عن الملاعب فقط لمدة أسبوعين، وطبعا لسه في 18 يوم لانطلاق نهائيات كأس العالم، ومصر راح تلعب بثاني يوم بيوم 15 جون. شو هي المعلومات المتوفرة عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنبارك له طبعا لفريق ريال مدريد بالفوز باللقب. هو طبعا عملاق اسبانيا وعملاق اوروبا ويستحق اللقب نظرا لخبره لاعبيه ونظرا لكل ما يمتلكه من مقاومات. اما بالنسبه لمحمد صلاح، ان شاء الله باذن الله، اكد وزير الشباب والرياضه المصري امس بعد المباراه مفيش بساعتين مباشره ان الاصابه اصابه عاديه، هي جزع من الدرجه الثانيه تقريبا في اربطه الكتف، وده الحمد لله اللي كان مطمنا شويه، لان طبعا كل التقارير الاولانيه اللي قالت ان هو هيبتعد عن كاس العالم وان فيه خلع مش عارف المفصل وفيه الكلام ده، طبعا الحاجات دي كلها غير صحيحه وكانت واضحه جدا. والدليل ان محمد صلاح لما اتصاب يعني طلع ونزل تاني حاول يلعب، صحيح. فما كون ان هو قدر ان هو يحرك ايده وان هو يعمل الحمد لله يبقى العظم سليم، هي بتبقى اصابه عضليه واصابه في الاربطه بتاع الكتف، ودي بتاخد لها فعلا من اسبوعين لثلاث اسابيع من اجل العوده للملاعب. ده اللي اكده برضه ايضا وزير الشباب والرياضه المصري خالد عبد العزيز. خالد عبد العزيز عقب تواصله مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر يتواصل بدوره مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول الانجليزي. طبعا محمد صلاح هيفضل موجود هناك، هيتعالج، هيرجع انجلترا، مش هيرجع، من الطبيعي ان هو يلتحق ببعثه منتخب مصر المتواجده في ايطاليا، بس رجع تاني لناديه، هيتم هيقعد هناك تقريبا حوالي اسبوعين، هيكمل علاجه، بالاضافه طبعا للحفاظ على محاوله الحفاظ على لياقته البدنيه بالتمارين البعيد عن الكتف او بعيد عن موقع الاصابه، بحيث ان هو يفضل جاهز. طبعا دي حاجات موجوده المفروض ان هي معروف عنها ان هي سهله طبعا في الدول الاوروبيه. بعد ذلك بعد اسبوعين تقريبا ان شاء الله باذن الله يلتحق ببعثه المنتخب من اجل التواجد في كاس العالم، بس ان شاء الله باذن الله محمد صلاح موجود في كاس العالم يعني. إن شاء الله. طبعا نذكر يعني أنه مجموعة مصر سوف تلعب فيها الأوروغواي وروسيا والسعودية أيضا في ثاني يوم من انطلاق نهائيات كأس العالم. أنا بحب أتشكرك كثير سيد محمد أبو إسماعيل الصحفي الرياضي، كنت معنا عبر الهاتف من دبي.